وش قلت يا ولد؟ اسكت يا صايل. وش الجواب اللي اسمعه؟ شلون اتخلى عن صايل؟ يا ادري اللي سواه ولدك بعربنا، كان يريد يذبح الذئب البروده هذه، ولو رد الشيخ ماجد على شور البعض كان داهمكم ونقل صايد نقلة كف لعربه، لكن عاد هو ما يريد يزعلك ويزعل عربكم، وخاطره عندك وعند رجال العرب تتخلوا عنه وترفعوا يدكم عنه. زين صير خير. طويل العمر يريد جواب. زين قوله يجيك الجواب. يبا تعرف شدو ماجد؟ ماجد يشترط عليك انت والعرب تتخلوا عني. يبا قصده واضح، وده يذبحني. توافقوا على رايه؟ خلي الامر لي وانا اتصرف. الله يسهل عليك انت. نسلم عليكم. اكل باروده حطها مكانها. يا يوبا الكف ما يناطح مخرج. يعني ودك تتخلى عن صايل يوبا؟ ابنيتي يا بروق، صايل ما قدرني ولا قدر العرب، وانت ادرى الناس بماجد، ان قال القول ينفذه. صدقت يا ابوي. ودي اسالك، حنا لنا قدره على ماجد؟ لله يوبا لله. انا نصحت صايل نوبات كثيره لكنه ما رد علي، واللي ما يرد عليك تخلى عنه. يوبا هذا اخر قول عندك؟ وما غيره. لكن صايل ما يهون عليك ولا على العرب كلها يوبا. صحيح ما يهون علي لانه ولدي، وانا عندي راي اخير. كان وافقتني عليه يا صايل. وش هو يوبا؟ لزوم تعذر من ماجد. ايش تقول؟ هذا هو رد خليف يا شلاش؟ اي طال عمرك. هذا ما هو رد، هذه صرفة مرسال. هون يا مرعي، هون عليك، هذا رايك، لكن انا لي راي ثاني. تفضلوا يا الربع، تفضلوا اقعد. خلي نوف تشوف ابوها. مصيرها لابوها. واه يا الدنيا. بروك كانت تمون والطول عند ماجد، الحين صارت ضحيه الاعمال كلهن. انا عارف ان صايل له خاطر بيك، لكن الصحيح بينت على حقيقتك يا الهنوف. وش هي حقيقتي؟ اصيله أصيلة يا الهنوف، والأصيلة ما تقبل إلا الأصيل. كل شيء قسمة ونصيبة بهالدنيا. صدقتي، أنا أريد أقول كلمة ورزقي على رب العباد. وإيش هي؟ أخاف تزعلي مني. خير، وش هو اللي بذهنك؟ أريد أقول عز الله ما يناسبك غير واحد بذهني، وهو ما يناسبه غير وحدة مثلك. قل من هو؟ الشيخ ماجد.
اخواني استقبلوا ضيوف. اي والله. هلا ابو صايب. هلا ابو صايب. هلا يلا بالحامل والمحمود. توقع عليها توقع عليها. هلا هلا حبيبي. دير بالك على نوف. هلا. السلام عليك. عليكم السلام. يا هلا. يا هلا ابو صايب. حي الله حي الله. هلا هو يا شيخ ماجد. هلا قوي. تفضل. قوي. يا هلا. تفضل. تفضل يا رب. تفضل. يا هلا. أمهلك 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 يا هلا يا هلا يبا يا هلا بنور العين والقلب يا هلا باللي سلت النوم من عيون أبوها هلا بيك بديرتك وبيت أبوك بعد شبدي النوم يا هلا يبا تعال تعال يا هلا بيك تفضل يا رب أشت يا الله يا أبوي يا هلا أبو صاير يا هلا بيك والله إن شاء الله أشت. ما إن شاء الله ما عذبتكم على الطريق لا بالله ما عذبتنا اللهم صل على سيدنا محمد الله اللهم صل على سيدنا محمد يا شيخ ماجد احنا جيناك ناصيينك وعسى الله ما تردنا خايبين إن شاء الله يا شيخ ماجد ولدي صايل جاي يتعذر منك عن اللي صار اللي صار يا أبو صايل ما عنه عذر لا تلومني يا أبو نوف اللوم على قدر العمل يا صايل اللي قمت بيه تستاهل عليه فقد روحك يا طويل العمر أنا معك بالرأي يستاهل وزود لكنه الحين جاي يتعذر منك ووجهه بوجه نوف النوف غالية وبغلاك يا أبو صايل أنجدها وبدرك كبير ترفض الشيخ ماجد يا سواد الوجه من يصح على الشيخ ماجد وترفضه الشيخ ماجد رجال معروف والكل يتحله بسيطه ومواقفه مع الناس ما حد يقدر ينكرها لكن عاد يا زنهير الزواج قسمه ونصيب انت لو شفتيه الهنوف طنيتش تمنيه وتوافقي عليه من غير ما حد يبعث معك الموضوع لقمه من غير نفس بلاها يا زنهير الله اكبر انت وش بزمانك حتى ترفضي ماجد كلنا مقدر حاله منه اللي رايحة تكوني من نصيبه ويكون خير من ماجد لا 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 انت مخفية ودي اسألك الشيخ ماجد هو اللي كلفك تبحث معي الموضوع لا يا الهنوف لا الشيخ ماجد ما يعرفك ولا يدري عنك اقول كلفك بشي لا لكن انا اتمناش للشيخ ماجد ومريد يكون من نصيبك غيره لانك تستاهلي كل خير بارك الله بيك يا اخوي لكن مثل ما قلت لك كل شيء بهالدنيا قسمه ونصيب يا صايل انا لاجل خاطر ابوك قبلت بعذرك لكن اريد اعلمك قدام الجميع دخيلي لا تعرض له ابد حقي منه يا صايل المقاعد ملازم أنت قاضيت مع هذال عند عطوان وأنا موجود والقاضي عطوان برا هذال واللي يبريها القاضي ينام على باب بيت المغدور لكن حنا طال عمرك ما وافقنا على حكم القاضي والسبب؟ السبب أنت تعرفه يا أبو صايل يا هداك الله الناس الطيبين يقولوا ويغيروا الرجل مرار طريق لا وده يصلخ ولا يذبح هذا قدر الله وصار اللي صار أفهم من جوابك يا طويل العمر صايل أنا هرج مع أبوك ما هو معك يا أبو صايل الطيبة المن سواها صدقت يا شيخ ماجد لكن أمر مثل هذا لابد لهم ناخذ رد يا طويل العمر أفهم من جوابك أن الأمر بيننا وبين هذال انتهى
أنا أقول الأمر بيننا وبين هذال انتهى، لكن نهي قلطة على أبوي، بي طلب أريده. وش هالطلب؟ إذا ودك الأمر بيننا يتصلح، أنا أطلب غرة مدة. غرة مدة؟ أي غرة مدة. أخو هذال عنده بنت وريدها زوجة. صعيبة هذه يا صايل. يا طويل العمر، أنت حاول ابحث الأمر معه، بلكي على الله حتى ينتهي الخلاف اللي بيننا. زين أشوف، أنا أبحث هالأمر مع هذال، لكن ما غصبه. بالتش ماجد حين يشوف بنته يرق قلبه ويسامح صايل. ماجد خوي يا يمه، حين يفوت ابوي بيته يسامح صايل، لكن بنته شيء ثاني. ان شاء الله يا بروك، الله يسمع منك يا بنيتي. تصبح على خير يا بروك. وانت من اهله. يا الله يا الله، مثل ما جمعت قلوبنا على محبة نوف تجمع نفوسنا بالمحبة والرضا يا رب. يا ابو صايل، الحين هذال يلفي وانا ما اريد اصير غير الخير. حياك الله، انت مو على الجميع يا شيخ. بارك الله فيك يا ابو صايل. وانت يا صايل، خلي الهرجة مع هذال لي، أريدكم تكونوا أكبر من اللي نسمع عنكم. يا هذال اقلط جاي، سلم على صايل وابوه. يا هذال سامحني يا ابو صايل، سامحني سامحني يا صايل، انا بري والله بري. هذال ادعي حديها. تفضلوا يا الربع اقعدوا. يا هذال، أنه لجل الشيخ ماجد مزقطين الجنية وطالبين الدية. الدية؟ أي دية نفس، ما حنا طالبين دية مال، حنا طالبين غرة مدة. نريد بنت أخوك لولدي صايل لجل نمسح الجرح ويصير الفرح بيننا. يا أبو صايل، أخوي ما يندرى وين هي دياره، وانا ما اقدر اغصب اخوي ولا بنته يقبلوا بولدك صايل غرة مدة. افهم انك رافض؟ ترى انرفضت يرتفض كل شيء بيننا. وش اللي ينرفض يا صايل؟ ها؟ علامك يا رجل، احنا كل حين نبدي بمر جديد؟ الرجال يقول لك ما اقدر انفذ لك طلبك. يا شيخ ماجد، حنا ما زلنا على قولنا، حنا تنازلنا عن الجنية، لكن الدية نريدها غرة مدة. يا صايل بلا غوص بالماء، فتح عينك زين، الرجال يقول لك ما عنده بنات. يا طويل العمر، عنده بنت أخوه. على كل حال طال عمرك هذال يحاول. اسمع يا صايل، أنا المهم عندي دخيلي، ما أريده ينظام ولا يصيبه حيف، تسمع؟ إيه ايه يا طويل العمر. ابويا مخلد، ود الكل يحضر الفرح، لا تنسوا احد. ها اللي تقوله يبقى يصير. واول ما تعزم راعي الاوله الشيخ ماجد من غير ما توصي يبقى.
بس يا خلو بس الشمس حامية عليها. اي اقول يبا انت قتنا الماجد قود. يا ولدي يا صايل ارجاك تبعد عن المشاكل، لا بحد الايام تقع براسك. بس يبا انا اقول اذا هذال مدبر غرت المدة ولا يصير شيء مو زين. كل شيء معطوط الروح زينة، واظن ان هذال غير يدبر الامر. بس يا خلو بس يا خلو اطلب من الله يطول عمرك، بلعونك كفيت ووفيت. يا هذال خليف وعربه ما لهم عندك شيء ابد، لكن مثل ما يقولوا بجل القلوب تصافه. انا اقول كان تقدر على طلبهم من غير ما تغصب حالك او تغصب لبنيه. شوف وش يصير معك. يشهد الله يا طويل العمر انه ذاخر بنت اخوي، الرجال القلب يريده. من هو؟ انت يا طويل العمر. بارك الله فيك يا هذال، انا معذرك من الامر هذا. يا طويل العمر البنت ما نرخص بيها غير للزينين اللي انت على راسهم. الله يكرمك يا هذال. وهذا قل شيء نقدر نقدمه لك على زين معروفك. لا لا يا هذال، ما اريد اسمع منك هالجواب ابد. انا قدم المعروف، ما اريد من وراه شيء. قدها والله يا شيخ. وشالها ابوها؟ اي شالها وحبها بعد، واعطاها اشياء ياصل ورانا. وش هن اشياها؟ 20 راس لاجل يصيرن شليه لما تكبر. هذه غاليه عند ابوها. عز الله انه كان زعلان من صايل، لكن حين شافها رق قلبه يمه. سبحان الله شلون الدم يتحرك. انت عارف وتدري انا الدم يتحرك يا خليف. ليش جبتي مقالك هذا يا مصايل؟ ظنيت انك تعرف القصد من جوابي يا خليف. اي عارف قصدك زوم دمنه يتحرك على منسي. علم الله وش بالقلب يا مصايل، لكن عاد الدنيا على هذا ومثله. الصبر زين والعقل دوم بالصبر. هاك الزوادة. عشتي أقول بنت الأجواد تقول وتغير. بنت الأجواد إن قالت الصحيح ما تغيره، وأنا ما قلت غير الصحيح يا زنيهير. صدقيني لو أني ما عرفت زين كان قلت عنك رفاضة نعمة. أدري يا زنيهير، أدري لو أني تزوجت الشيخ ماجد أعيش بخير وبنعمة، لكن نفسي ما تعيش هنية، والعيش عيش النفس ما هو بعيش الجسد. كل شيء يصير بهالدنيا، خاطرك. مع السلامة. وكاد الهنوف بذهنها حد، وهذا السبب اللي مخليها تصد عن الشيخ ماجد. لكن عاد من هل يكون أفضل من ماجد؟ مخبر اللي يكون أفضل من ماجد بكل الأربان اللي أعرفها. هي ان شاء الله كلكم. ان شاء الله. تعال يا ولدي. ترى اسم مبارك. مبارك لك. مبروك عريس. الله يبارك فيكم جميعا. مبروك يا شيخ عطوان. الله يبارك فيك. الله تشوف على وجه الخير ان شاء الله. مبروك يا مغني. مبارك يا شيخ عطوان. وطركم. يا الله. السلام عليكم. ان شاء الله مبارك. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك. مبروك. الله يجعلها مباركة عليك. توكل على الله يا ولدي، توكل على الله. الله معك.
مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا ولد عمي. شلونك يا بنت العم؟ ملعون زنيهير طاير بحميد ماجد. ايه لولاه يستاهل يبا، لا كان انحمد لا منه ولا من غيره بعد. وش هو ماجد ها اللي الكل طاير بحميده؟ ايه شفت يبا، له سمعه وصيت ما صار الا واحد قبله هبد. هي تدري اني صرت مشتاق لشوفته، اريد اتعرف عليه. لا لا يبا، خلنا حنا مريحين بديرتنا، بعدين الزين زين الحاله والشين على نفسه. صدقتي يا الهنوف، صدقتي. قناعة النفس بحالها يبا إيه راحتها؟ قناعة النفس هي راحتها، بلعون إنك صادقة. زنهير طول بغيبته يا شفق. هو متى وعد الشيخ يعود؟ الشيخ يلاه قول لا تعود الا وخبر اخو هذال معك وين مكانه. وكاد بعده ما عثر عليه. العالم الله. بلكي يعود بالاخبار، قال لي تسر البال ان شاء الله. بنصمت شقبل الله. هذا اللي احنا ندور عليه. يا شفق، أحس إن الشيخ ماجد بذهنه بنت يريد يتزوجها. نشت منه؟ لا ما نشت، لكن أظن إنه يفكر يتزوج من بنت يعرفها. العالم الله. لكن اللي محيرني إنه ذا يعرف له بنت ليه ما يتقدم ويخطبها. عز الله هرجك صحيح، دام إنه بنيته بنيه وده يتجوزها، وش اللي يمنعه ما يطلبها؟ وش اللي يحيره؟ هو ما عليه شيء، عز ومال وجاه. العالم الله. لو صحيح مثل ما تقول ان بذهنه بنيه وده يتجوزها، وش اللي يمنعه؟ العون يا بنيتي يا نوف، انه هالحياه من غير زينتها مهي بالعين. يا بعد شبدي انت الغاليه اللي الروح ما تسويها، انت عذاب الروح اللي ترد يوم اشوفها. الله يجهد بلا اللي كان السبب. بلعون يا الهنوف شي ياخذ مكان شي. يا الله لو وش معتجل لزنيهي بات الليل هني. لا تلومني يا ابو الهنوف، صلي زمان عن هلي وريد امرهم، وان كان صح لي وقت امر ولو زياره. لا تحرمنا شوفك، تعودنا عليه. بارك الله بيك. يلا سلام عليكم. زنهير يا خير، كنت ودي اكلفك بمر لكن اشوفك معتجل على الرواح. خير يا ابو الهنوف، كنت اريدك تمر ديرة ماجد وتحمس لي بذن هذال، تقول له اخوك بديرته
توكل على الله، أنا أخدمك بعيوني، هذا أمر هين. بارك الله بيك، أنت تشوف حالتي، ما أقدر أهوج ولا أمشي مشاوير بعيدة. توكل على الله، السلام عليكم. مع السلامة. ملعون ماجد لعب لعبته علينا، أشوف له هذال طل ولا جي أخبار من عنده. لا لا وأنا صايل اللعبة ما تفوتني، يا تجي الهنوف غرة مدة واللي ظل كل شيء على ما كان عليه. تدري يا مرعي؟ خير يا مخلف. لو اخوك ماجد يرد علي وخليني شوير له كان دليته على هالمدل الطيب. مدل ويش هذا؟ بنت اخو هذال، بنت مالها مثايل جمال وعقل وزين حلايا يا اخوي. عز الله عز الله ما تليق غير لاخوك ماجد. وهذه وش هي بجمالها؟ جمال ما بعده جمال. يا ليت يا ليت يا اخوي اني وافق عليها. ترى عمها هذال ذكرها له، لكن وش المحرف ماجد عن البنت وجمالها ما ادري. خذ اني شايف له شوفه. ما ظنيت يا مخلد ما ظنيت. ماجد اخوي وانا اعرفه زين. ترى ما بي احد يقدر يحزر عليه بنوب. صايل حي الله بزنيهير. وين يا رجل؟ بهالديرة الواسعة. من وين جاي وين متوجه؟ من عند هلي، وريد اتوجه لديرة عطوان. ولويش؟ أدور منايح. تكذب علي زنهير؟ تدور منايح ها؟ أنت كنت عند مصبح ها؟ وين مصبح؟ وين ديرته ها؟ أنا ما أدري عنه، ما أدري عنه يا أخوي يا صايل. اسمع يا زنهير، اسمع الضوق الموت، علمني وين مصبح؟ ما أدري، ما أدري يا أخوي. أقول لك، أقول لك الضوق الموت. انت حر، اقول لك علمني وينه. الله ما ادري يا اخوي، ما ادري يا اخوي يا صايل. ما عليه ما عليه. مثل ما قال لك طويل العمر يا هذال، لازم تنتظر زنهير،
بل كان على الله ان يجيب لك علوم اخوك. هذا احنا منتظرين يا عزام. اخ اخ الصبر اوجع راسي، لكن انا ملتزم لخليف ارد له جواب وخاف يفسرها شيء ثاني. يا رجل طولت الروح زينة. أقول لك علمنا الصحيح. قلت لك ما عرف ما عرف وش بلاك انت؟ هذا الطريقة اللي جيت منها؟ لا انت بيك ما عرف ما عرف وين هو مصبح. ايوه اذبحك اكل. اسمع يا ولد اسمع، اخلي الذبان الازرق يحوس عليك تسمع؟ ايه اقول لك علمني واطلق سبيلك. انا ادري انك جيت من عند عرب ماجد لجل تبحث عن مصبح. صحيح، لكن ما عثرت عليه يا رجال صدقني ما عثرت عليه. تكذب. أطخك السقيطة أقول لك دلني عليه. أبعد رجبارك. أذبحك ولا تدلي؟ لا غلط أدلك. أبعد بس دلي. أي قوم أبعد. قوم أيه. قوم جاي منها من هنا. منها سكت ألف الطريق. ها أمش منها. أمش يا السقيطة أمش منها. أدلك خلصني. أدلك طاعون يمزعك ورا المطلع. هذا زين اقعد هنا. تدري يا زنهير وش أساوي بيك وش بدك تساوي؟ أدري يا صاي. تدري لو ايش قصمتك؟ حتى لما ارجع الاقيك هان. Thank you.
وش اللي جايبك هان؟ جايبني رب العالمين يا الهنوف. وش انت برجواه؟ الرجل من الكريم. ابوك وين؟ وش تريد منه؟ لي غرض به. ما ظل لك عنده اغراض وان طوعتني يا صايل. عوده زين لك. لا لا افعل بلا. شو تقولي؟ قلت اللي سمعته. ترى هذال طلع عمك وانا ما ادري. ويش؟ عمك هذال هو اللي ذبح اخوي. حنا ما ندري وش اللي تقوله هذا. ظنيتك عرفتي قصدي وش هو. ايه وش اللي جايبك يا صايل؟ انت اخو هذال يا مصبح؟ ايه انا اخوه. انت تعرف انه إلنا حق عندكم. وش اللي تريده يا صايل؟ التقيت انا وهذال عند ماجد وتم الوفق بيننا. وفق خير ان شاء الله. لكنه وفق مشروط. وش هو؟ حنا تنازلنا على الجناية لكن الدية طلبناها نفس حية. طلبنا غرة مدة. وش قلت؟ الحين وش اللي تريد؟ حنا ننتظر رد هذال وكل شيء حسابه لعقابه. انا ما ضيع حقي يا مصبح. انت على كل حال شاور البنت وابوها هنعود زنيهير وتشوف رايهم إن وافقوا على صايل ينتهي الأمر. ما ظنيت يا طويل العمر أخوي كان بعربي خليف وصايل شايف البنت وأبوها والبنت رافضة. اللي مهو من رغبة النفس بلي منه. صدقت يا طويل العمر لكن عاد نخاف من عواقبها. نخاف إن صايل يبدأ علينا بدوة جديدة ولا أطلابه جديدة. فاتته يا هذال. توكل على الله. والنعم بالله. الله يديمك ذخر لنا والكل محتاج.